سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا الله الله أكبر. والاجواء كتكون جد رائعه، كتشوف هذه اللمه تاع الاخوان تاع الحي المحمدي وديال العين السبع، كتكون اجواء رائعه وكتكون الاجواء في احسن ما يرام، يعني كتشوف هذيك اللمه جد رائعه ممتازه. وبالنسبه للعيد كتكون واحد الاجواء ديال الرحمه، وكتكون واحد الاجواء ديال زياره الرحيم، وبزاف الحوايج اللي كيكونوا زوينين صراحه كنتشاقدوها في الايام ايامات الاخرى. كنتمنى المغاربه احر الاغالي وعيد مبروك، وكنتمنى لهم يعيدوا كما كيقولوا يعيدوا ويعاودوا، وكنتمنى لكل المسلمين في العالم السلم والسلام، وكنتمنى كل من يعيش حربا ان ينتهي في اقرب الاوقات. مبروك الحولي، مبروك الذبيحه، مبروك الشواء. سريتو الحولي؟ اه. يتسنى فيكم دابا باش غتمشيو ديروا لي؟ نمشيو نذبحوه. اش غتقول للمغاربه كاملين بهذا العيد هذا؟ نقول مبروك عليكم. اش غتقول لنا على العيد؟ مبروك العيد. علاش كنعيدوا حنا؟ ابراهيم حلم بانه كيذبح ولده اسماعيل، عدى لواحد البلاصه وبغى يذبحو وهز الموس وبغى يذبحو، والله نزل لي واحد الكبش هو يذبح الكبش. هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى.